الصيام تركه شديد وعظيم، وبعض أهل العلم رأى أن تارك الصيام إيش؟ أن ذلك من المكفرات، وبعض أهل العلم رأى أن ذلك من المفسقات. رواية عن أحمد أن تارك الصيام يكفر، والرواية الأخرى وهي المشهورة عن أن تارك الصيام أن ترك الصيام فسق. ولكن استمعوا إلى ما قاله الذهبي رحمه الله جل وعلا في الترهيب البليغ من ترك الصيام. قال رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، لأنه ترك إيش؟ ركن من أركان الإسلام. بعض الناس عندما يتقدم لهم أحد ويسألون عنه ثم يقال عنه أنه لا يصوم، فقد يتساهلون في قبول إيش؟ في قبوله زوجا. ولكن لو قيل عنه أنه زان، أنه مدمن للخمر، فإن الأبواب تغلق إيش؟ دونه، مع أن الأول إيش؟ ترك ماذا؟ ركنا من أركان الإسلام. هو أشد أن تغلق الأبواب ماذا؟ دونه. فلان لا يصلي، فلان لا يصوم، فهو كما قال الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله جل وعلا: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال.